نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم في ريف حلب الشمالي، وباتت قواته على بعد أقل من كيلومترين من بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين. الجيش السوري مدعوما بغطاء جوي تقدم شمال حلب على محوري معرس تدخان ورتيان، واستعاد السيطرة على بلدة حرد 2. مراسل الميادين أفاد باعتراف الجماعات المسلحة بمقتل عشرات من عناصرها في معارك ريف حلب الشمالي. هذا وحصلت الميادين على صور المعارك التي تدور في منطقة تل جبي. كما حصلت الميادين على مشاهد عن مساندة اللجان الشعبية في نبلة والزهراء للجيش السوري في تقدمه، وتظهر المشاهد غارات تستهدف مواقع المسلحين في بلدة معرسة تلخان المتاخمة، إضافة إلى تحركات عسكرية واستهداف المسلحين بالأسلحة المتوسطة. ضربت الزجرة. وفي شمال درعا أحرز الجيش السوري تقدما باتجاه بلدة عتمان، وسيطر على عدد من الأبنية بينها الجامع الأسود في الجهة الجنوبية للبلدة. تقدم جاء بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة أدت إلى تدمير آليتين للمسلحين وأوقعت أفراد طاقميهما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير عدد من مراكزهم في البلدة. إلى ذلك يستكمل الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع محافظة ريف دمشق إدخال 5000 سلة غذائية وصحية إلى مدينة المعظمية في ريف دمشق الغربي. وينضم إلينا الآن مباشرة من المعظمية مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، يعني تحدثنا أيضا عن دخول الهلال الأحمر والمساعدات، الوضع الإنساني أيضا في المعظمية، وأيضا ميدانيا المعارك التي كانت تجري على أطراف المعظمية بهدف فصلها عن منطقة دارية المجاورة.
نعم، في الواقع كمال نحن على مدخل هذه المدينة، مدينة المعظمية. في عمق الصورة يظهر تماما الحشود البشرية، المئات ربما من سكان هذه المدينة ينتظرون تسلم سللا غذائية تقدمها الحكومة السورية محافظة ريف دمشق مع الهلال الأحمر، وطبعا مواكبة للصليب الأحمر الدولي. الكمية في الواقع التي سوف تصل إلى هذه المنطقة تصل إلى حوالي 5000 سلة غذائية وصحية. يعني أيضا في المعلومات أن هذه السلة تكفي العائلة المؤلفة من 5 إلى 6 أشخاص حوالي 25 يوما. العملية بدأت في الواقع إدخال هذه المساعدات منذ مساء أمس، تستمر اليوم وربما لوقت قادم. معلومات من الهلال الأحمر ومن الصليب الأحمر تتحدث عن أنه لا مشكلة بالكمية، يعني الكمية متوفرة، لكن هناك ترتيبات تتعلق بإدخال هذه المواد إلى داخل تلك المنطقة، خصوصا كما أشرت في سؤالك إلى وجود وضع ميداني هو يتصل في المنطقة التي تفصل منطقة دارية عن منطقة المعظمية. هناك اشتباكات عنيفة، كانت وحدات الجيش السوري تمكنت خلال الأيام الماضية من فصل معظمية الشام عن دارية. كان الاتصال بين المدينتين يسبب يعني إدخال أو نقل كميات من الأغذية التي تصل لهذه المدينة من المعظمية إلى الوجود المسلح وحتى إلى مساندات متبادلة. هكذا تتهم وحدات الجيش. الآن حصل هذا الفصل بين المدينتين، لأول مرة يحكم الحصار الكامل على مدينة دارية المجاورة تماما لمعظمية الشام. في الواقع الجيش يحكم الطوق حول هذه المدينة، يريد من المسلحين الذين كانوا انخرطوا في تسوية في مدينة المعظمية التسليم سلاحهم بشكل كامل، وبالتالي إنجاز تسوية كاملة وأنهاء هذا الملف بشكل كبير. وهنا اليوم يعني هذه العملية التي تجري اليوم لإدخال الأغذية والمواد الغذائية هي في الواقع تستكمل الوصول إلى المدنيين، مع الإشارة إلى أن الوضع هنا في الواقع هو يختلف عن مناطق أخرى. يعني لم تبدأ هذه العملية عملية يعني التضييق على الوجود المسلح داخل هذه المدينة إلا منذ حوالي شهر من الزمن فقط، يعني حتى منذ قبل رأس السنة كان هناك مصالحة يعني في شهر وفي شهر محمد سابقا خلال عامين على الأقل. بالضبط. نعم، هي مصالحة، لكنها كانت هذه المصالحة يعني توصف بالحرجة، كانت لم يسلم كل المسلحين الموجودين في مدينة معظمية الشام السلاح للدولة للحكومة السورية للجيش السوري. لذلك كانت هناك شكاوي وهناك إشارات إلى تنقل المسلحين من مدينة المعظمية إلى درية وبالعكس، ونقل مواد غذائية من مدينة المعظمية إلى درية إلى الوجود المسلح. طبعا نحن لا نتحدث هنا عن مدنيين، المدنيين الآن تصلهم هذه المواد الغذائية. كانت هناك أيضا وصول للغذاء والسلل الصحية حتى شهر تشرين الثاني وكانون الأول، أي أنه نحن لا نتحدث هنا عن حالة يعني إنسانية خاصة. والدليل على ذلك كما تحدث قبل قليل، يعني كنا في لقاءات مع لجان مصالحة هنا تتحدث عن أن الوجود هنا أو الوصول الغذائي لهذه المناطق هو كافي ربما وكافي جدا، والإشارة الآن هذه الموجودة هنا إنما للحصول على هذه الكمية التي أعلنت عنها الحكومة السورية تأكيدا على الالتزام. لا ننسى هنا بوجود حوالي 40,000 مدني داخل مدينة المعظمية، وهو وجود كبير جدا في الواقع، ويستلزم دوما التواصل معه بالمعنى الغذائي والصحي وتأمين الخدمات ونقل الموظفين من داخل هذه المدينة إلى الخارج وعودتهم وكل هذه التفاصيل التي جاءت في بنود المصالحة التي تم أبرامها قبل أكثر من عامين في هذه المدينة. أشكرك جزيل الشكر محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من معظمية الشام. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغارات الروسية في سوريا لن تتوقف قبل هزيمة داعش والنصرة. لافروف الذي يزور اليوم سلطنة عمان آخر محطة في جولته الخليجية أكد ضرورة وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود التركية كشرط أساسي لوقف إطلاق النار في سوريا. كما أشار إلى أن على المعارضين السوريين المشاركين في محادثات جنيف التخلي عن إملاءات مموليهم الخارجيين. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي قال أن العمليات العسكرية الروسية في سوريا وتعزيز دور المستشارين الإيرانيين فيها ساهم في إلحاق هزائم متتالية بالجماعات التكفيرية. بروجردي أضاف أن الواقع الميداني الجديد في سوريا سيترك بالتأكيد آثاره على مباحثات جنيف، لكن أشار إلى أن هذه المحادثات لن تصل إلى النتائج المطلوبة نتيجة المواقف السعودية بحسب قوله.
حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دمستورا من انهيار كامل لمحادثات جنيف السورية السورية. وقال في تصريح صحفي أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مصلحة في إنهاء الصراع في سوريا، وأضاف أنه سيلتقي وفودا مختلفة اليوم لتحقيق نتائج ملموسة. جاء ذلك بعد لقاء وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري الأخير، قال إن المحادثات ما زالت في إطار التحضيرات الأولية، وأضاف أن الطرف الآخر غير جدي وأن هناك تصريحات غير مسؤولة من السعوديين. ننتقل بكم مشاهدينا إلى موفدة الإخبارية السورية إلى جنيف رانيا الذنون للاطلاع على آخر المستجدات حول تصريحات دمستورا ورئيس الوفد السوري في جنيف بشار الجعفري. إليك رانيا. نعم، تحية لك رانيا. كنا قبل قليل استمعنا للدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية عقب ما أعلنه السيد دمستورا من تعليق هذه المحادثات حتى 25 من هذا الشهر. هذا التعليق جاء بعدما تحدث السيد دمستورا وقال أعلن توقف المحادثات حتى 25 من فبراير، وقال ليس الهدف هو إجراء المفاوضات لأجل المفاوضات والأطراف ليست مهيئة لخوض المحادثات، وقال أيضا هناك الكثير يجب إنجازه. أيضا تحدث السيد دمستورا وقال ينبغي النظر لبعض القضايا العالقة وذلك خدمة لمصلحة الشعب السوري. قال أيضا من اليوم الأول أشرت أن الوضع الإنساني ينتظر أن نقدم شيئا ملموسا، لذلك دعوت لوقف مؤقت إطلاق النار. جميع الأطراف أكدت أنها مهتمة ببدء المحادثات السياسية، هذه المرحلة مهمة بالنسبة للأطراف التي أصرت على إطلاق هذه المحادثات، وقال سندعو في عقد اجتماع لمجلس الأمن سوف نجتمع مجددا في 25 من فبراير. الدكتور بشار الجعفري تحدث قبل قليل وقال في تصريح سريع له وهو بانتظار قدوم السيد دمستورا إلى هنا إلى مقر إقامة الوفد الرسمي السوري وفد الجمهورية العربية السورية. قال قبل قليل بأن السيد دمستورا لاقى اليوم أو تحدث عن هذا التعليق بطريقة دبلوماسية لأن وفد المعارضات من الرياض انسحب من هذه المحادثات، فالأمر الذي دفع به السيد دمستورا للبحث عن وسيلة دبلوماسية لإعلان هذا الموضوع دون الحديث بشكل مفصل عن أن وفد المعارضات في الرياض هو الذي قدم انسحابه من هذه المحادثات التي كان من المفترض في بداية هذا الموضوع أن تبدأ في 25 من كانون الثاني، انطلقت في 29 من كانون الثاني، وها هي لم يمضي على بداية انطلاقتها غير الرسمية حسب ما يتحدث عنه من خلال الأطراف السورية أيام حتى وانسحب وفد المعارضات من الرياض. مرانيا، ما الذي يمكن أن نرصده من خلال الكواليس، كواليس هذا القرار من قبل دمستورا وإرجاء هذه المفاوضات؟ هل من ضغوط سعودية على هذا الإرجاء باعتقادك، أو ما علمت به من معلومات من خلال ما ترصدينه يوميا من هذه التغطية الخاصة من جنيف؟ نعم، تعلمين رانيا جيدا كواليس الأمم المتحدة تكثر اللقاءات الثنائية وتكثر الاتصالات لواقع إنجاح هذه المحادثات، لا سيما الاتصالات المستمرة على الصعيد الأمريكي الروسي لاستمرار هذه المحادثات. لكن كما هو واضح بالنسبة للجميع بأن قرار الذي أعلن قبل قليل من قبل الأمم المتحدة السيد دمستورا عن تعليق هذه المحادثات كان متوقع بين الأوساط الإعلامية التي كانت تتواجد هنا في جنيف. كانت هناك توقعات منذ بداية انطلاقتها حسب ما أعلن السيد دمستورا قبل أيام بأن هذه المحادثات لن تستمر، وجود المعارضات لم تنجز ما هو مطلوب منها، على الأقل قائمة تضم الأسماء التي من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات لم تكتمل. هناك أيضا تفاصيل وأسئلة طلبها وفد الجمهورية العربية السورية من السيد دمستورا أحالها إلى وفد المعارضات في الرياض، يبدو أنه لم يأتي بإجابات عليها، لا سيما أننا عندما نتحدث أن من طرف معارضات الرياض كانت لديهم شروط لبدء هذه المحادثات، الأمر الذي يتنافى مع واقع ما يطلب المجتمع الدولي الطرف الامريكي والطرف الروسي بان على هذه المحادثات ان تبدا دون شروط مسبقه. كانوا يصرون بشكل مباشر على تنفيذ القرار 2254 وهو ما لم يجد فيه وهو الامر الذي وجد فيه وفد الجمهوريه العربيه السوريه بانه كل شيء قابل للنقاش على طاوله المحادثات. وفد المعارضات من الرياض كما تعلمون كان يصر ويضع شروط قبل بدء هذه المحادثات لتنفيذ الماده 12 و13 من القرار 2254 والذي تنص على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات وإطلاق
شروط صراحة معتقلية، هي شروط مسبقة وضعها وفد المعارضات من الرياض. ومع ذلك عندما كنا نسأل وفد الجمهورية العربية السورية في تصريحات سابقة للدكتور بشار الجعفري قال بأن كل شيء قابل للمفاوضات على طاولة المحادثات عندما توضع. في كل الأحوال رانيا، وفد الجمهورية العربية السورية في محار إقامته ينتظر قدوم السيد ديمستورا بعد قليل. سيكون السيد ديمستورا بلقاء مباشر مع وفد الجمهورية العربية السورية. من المتوقع أن يضع السيد ديمستورا وفد الجمهورية العربية السورية كاملة بكل التفاصيل التي شرت مؤخرا، لا سيما تلك التي أعلن من خلالها بصيغة دبلوماسية تعليق المحادثات بين الأطراف السورية هنا في جنيف. نعم، أشكرك جزيل شكر موفدة الأخبارية السورية إلى جنيف رانيا الذنون، شكرا جزيلا لك. منع صحفيون سوريون وعدد من صحفيي المقاومة من تغطية مؤتمر صحفي للمعارضة القادمة من الرياض. أقامت إحدى المسؤولات عن الإعلاميين بإعلام الصحفيين السوريين عدم إمكانية حضورهم المؤتمر الصحفي. عقب ذلك قام عدد من أفراد الشرطة بإخراجهم من المكان بالقوة. الخطوة تأتي لتكشف زيف الديمقراطية التي تدعيها هذه المعارضات التي لم تتحمل وجود صوت إعلامي مقاوم في مؤتمرها الصحفي. المشكلة أن هذه الكلمة تتلون وتختلف حسب المصالح السياسية، وهذا ما حدث اليوم حيث طردنا من القاعة بحجة أنه ليس لنا أسماء، ونحن متواجدون ولنا أسماء في الأضابير الموجودة في الأمم المتحدة، ومع ذلك رفضوا أن نكون موجودين في المؤتمر الصحفي الذي تعقده المعارضات السورية. الموضوع بدأ ليس من اليوم وإنما من أول مؤتمر المعارضة، حيث كان معارضة السعودية ما تسمى معارضة السعودية عندما يعرفون أننا كصحفي سوري أو كصحفيين سوريين لا يجيبون أو يحاولون افتعال المشاكل. ما حدث اليوم هو يتناقض مع مفهوم الإعلام أو حرية الكلمة في الأمم المتحدة. نحن موجودين ببطاقة اعتماد، هذه هي البطاقة يمكن أن يأخذها المصور، موقعة وموثقة وذات رقم وبشكل وثائق رسمية في الأمم المتحدة. بالتالي كل نشاط في الأمم المتحدة من حقنا أن نغطيه، من حقنا أن ندخل إلا إذا كان مغلقا، وهذا الاجتماع لم يكن مغلقا بدليل أنه العديد من وكالات وممثلي بعض القنوات دخلوا ليشاركوا فيه. إننا صحفيين معتمدين داخل الأمم المتحدة، يمكننا تغطية أي حدث، يعني نحن صحفيين معتمدين سنويا، يمكننا حتى تغطية أو التصوير في داخل قاعة مجلس حقوق الإنسان التي يمنع فيها التصوير نهائيا لأي صحفي غير معتمد، لكننا برغم من هذا منعنا اليوم من الدخول لقاعة المؤتمر الصحفي الذي كان مزمع عقده لوفد معارضات الرياض. كانوا يريدون إجراء هذا المؤتمر داخل قاعة خاصة للمكتب النقابة، يعني هي مكتب لكل نقابة الصحفيين المعتمدين، وهذا دليل على تأثير السعودي على هذه النقابة وأروقة الأمم المتحدة ويعني شراء الذمم لكل هذه المكونات التي تدير هذه اللعبة الإعلامية في الأمم المتحدة. لولا ما يحدث على الأرض لا يوجد انتصار في جنيف، وإن شاء الله جنيف 3 ستكون أيضا انتصار لسوريا، ومنقول الله بحيي الجيش العربي السوري إن شاء الله. استمرار داعمي الإرهاب وعدم محاسبتهم من قبل المجتمع الدولي كان أحد أبرز أسباب انهيار محادثات جنيف الأولى، وهو السبب الذي يضع العالم أمام واجبه اليوم إذا كانت القوى الغربية تحديدا راغبة فعلا في الخروج بحل سياسي للأزمة في سوريا. تفاصيل أوفى في تقرير مع علي الخضور. أهلا بكم. بعد اجتماعين سابقين في جنيف عامي 2012 و2014 واللذين لم ينجحا في التوصل إلى حل للأزمة في سوريا،
تعقد الجولة الثالثة من الحوار في المدينة السويسرية. لقاء جنيف ثلاثة جاء بعد توافق دولي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض الدول الإقليمية المعنية بالشأن السوري من أجل التوصل لحل للأزمة سياسيا، وذلك بعدما كانت تهيمن على الجولات السابقة تجاذبات سياسية كبيرة مع اختلافات في تفسير بيان جنيف واحد، خاصة فيما يتعلق بما سمي تشكيل هيئة حكم انتقالية. خلال جنيف الأول لم يكن المجتمع الدولي جاهزا للاعتراف بانتشار الإرهاب في تلك المرحلة. الطرف الإقليمي جند في جنيف الأول عددا كبيرا من الدول التي جمعها تحت هدف إسقاط الدولة السورية باسم أصدقاء سوريا، وبلغ العدد ما يفوق 100 دولة، ولكن بات واضحا أن الداعمين لهذا المفهوم قد أصبحوا يعدون على أصابع اليد الواحدة. جنيف ثلاثة إنه يأتي بعد صدور القرارين الدوليين 2254 و2253، وينص هذان القراران على تجفيف ومكافحة أي عملية تؤدي إلى تمويل ودعم الإرهاب. لقاء جنيف ثلاثة يأتي مع وجود خارطة سياسية ضمن برنامج زمني لحل الأزمة السورية، وذلك من الناحية النظرية طبعا، حيث لا تزال الأطراف المتورطة في دعم الإرهاب تحاول حرف الأهداف الحقيقية للحوار عن مسارها. في كانون الثاني الماضي أيد مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن خارطة طريق لحل الأزمة، والذي يحدد جدولا زمنيا يبدأ في كانون الثاني من خلال إجراء حوار برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة، مع دعمه التوصل إلى اتفاق يتضمن خطوطا عريضة لوقف إطلاق النار في كافة المناطق. ورغم مماطلات وتلكؤ المعارضات في الجلوس إلى طاولة الحوار، ما تزال الحكومة السورية تصر على السير على طريق الحل السياسي بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، مشددة على أن الحوار المنشود يجب أن يكون سوريا سوريا ودون تدخل خارجي. وحدات من الجيش العاملة في ريف حلب الشمالي بالتعاون مع مجموعات اللجان الشعبية تفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية. وللمزيد من المعلومات عن هذا الإنجاز ينضم إلينا من بلدة نبل والزهراء مراسل الإخبارية السورية مصطفى كوسة. مصطفى، ما الجديد لديك حتى الساعة؟ نعم زملائي في الاستديو، منذ لحظات وصلت طلائع الجيش العربي السوري إلى مداخل مدينتي نبل والزهراء وفكت الحصار المفروض على المدينتين منذ أكثر من 4 أعوام بعد عملية التفافية خاطفة وسريعة تميزت بالدقة والتنظيم. عمل من خلالها الجيش العربي السوري على ضرب مواقع المسلحين وأماكن تجمعاتهم في المناطق المحيطة بمدينتي نبل والزهراء، ابتداء من باشكوي وصولا إلى دوير الزيتون وتل جبين، ثم إلى مارستي ومنها إلى نبل والزهراء. فرحة كبيرة لا توصف هنا من الأهالي الذين استقبلوا أبطال الجيش العربي السوري بالورود والأرز. هؤلاء الأبطال الذين تمكنوا من فك هذا الحصار الذي استمر لأكثر من 4 أعوام والتي كانت مريرة وقاسية على أهالي المدينتين، هذه الفرحة أنست الأهالي الآلام والمآسي التي تعرضوا لها خلال سنوات الحصار. فرحة الأطفال لا توصف. هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أبسط ملامح الطفولة خلال الحصار، وبفضل سواعد الجيش العربي السوري الذين يحمون العرض والشرف، مسحوا دموع الحزن عن وجوه هؤلاء الأطفال لتزرف دموع الفرح ودموع النصر، ملامح الفرح والسرور على وجوه الجميع هنا. كل المعاني والكلمات عاجزة عن أن توصف هذه اللحظات التاريخية، لحظة وصول الجيش العربي السوري إلى مدينتي نبل والزهراء. لا حصار بعد اليوم بفضل سواعد أبطال الجيش العربي السوري. نعم مصطفى، زملائي في الاستديو. شكرا لك مصطفى كوسة مراسل إخبارية السورية من بلدتي نبل والزهراء. فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء جاء بعد 4 سنوات من حصار المجموعات الإرهابية المسلحة، وجاء عقب سيطرة الجيش العربي السوري والقوى المؤازرة على قرية مارستا الخان وعدد من القرى المحيطة. وليد هنايا مراسل إخبارية والتفاصيل. حضرتك
المحادثة الإخبارية السورية هي ترافق وحدات الجيش العربي السوري عبر عملياتها على محور الريف الشمالي، وذلك بعد السيطرة على قرية معرستة الخان وصولا إلى قرية بيانون ومن ثم نبل والزهراء، في حين أيضا يعمل الجيش العربي السوري على محور قرية بيانون ومن ثم أيضا بلدة الزهراء الشرقية والمحازية هي بطبعتها أيضا لبلدتين نبل والزهراء، هذا بالإضافة إلى عمليات مركزة تستهدف من خلالها قرى المسلحين الواقعة على محور الريف الشمالي منها قرى حريتان وصولا إلى عندان وعدد من القرى الأخرى على محور قرية باشكوي في هذا الريف. قمنا بتثبيت نقاط باتجاه قرية معرستان والتثبيت بماير باتجاه قريتين نبل والزهراء. استكمالا للعمليات اللي قمنا فيها من يومين تواصل قوات الجيش العربي السوري التقدم باتجاه بلدة معرسة الخان من أجل الربط بين معرسة الخان وبلدتين نبل والزهراء. مشاهدين عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم الآن واقع الاستهدافات عبر سلاح جواء المدفعية من قبل وحدات الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في قرية معرستة الخان، هذه القرية التي تقوم باقتحامها وحدات الجيش العربي السوري خلال الساعات الحالية والقادمة. أيضا على شمال عدسة الإخبارية السورية مشاهدين تقع بلدتين نبل والزهراء، هاتان البلدتين المحاصرتان واللتان يقوم من الجيش العربي السوري بفك الحصار عنهما وأيضا قطع أمداد المسلحين القادمة من الحدود التركية الواقعة على يمين عدسة الإخبارية السورية، الحدود التركية وأيضا الواصلة تلك الإمدادات باتجاه الريف الشمالي ومن ثم مدينة حلب. اليوم الجيش العربي السوري قام بقطع إمدادات المسلحين على ذلك المحور وحيد الريف الشمالي بشكل تام عن المجموعات الإرهابية المسلحة وضواحي ريف حلب الشمالي من هنا. وليد هناي، الإخبارية السورية من الطريق الواصل حتى قرية معرستة الخان، ريف حلب الشمالية. ونبقى مشاهدينا الآن مع بيان الجيش والقوات المسلحة حول فك الحصار عن بلدتين نبل والزهراء لنتابع. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة التي سيطرت من خلالها وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على العديد من القرى والبلدات في ريف حلب الشمالي، أنجزت هذه القوات عملية فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء بعد أن قضت على أعداد كبيرة من عناصر التنظيمات الإرهابية التي روعت المدنيين الأبرياء وارتكبت بحقهم أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. إن هذا الإنجاز الكبير يكتسب أهمية كبرى من كونه يقطعهم طرق إمداد الإرهابيين من الحدود التركية إلى حلب وريفها ويحدث انهيارا كبيرا في صفوف التنظيمات الإرهابية، ويعد ركيزة لاستكمال العمليات العسكرية بنجاح والقضاء على ما تبقى من بؤر وتجمعات إرهابية في ريف حلب الشمالي، ويشكل ضربة قاسمة للمشروع الإرهابي ولداعميه في المنطقة. كما أن هذا الإنجاز يؤكد من جديد إصرار قواتنا المسلحة على مواصلة تنفيذ واجباتها ومهامها في حماية الوطن وأبنائه الذين أثبتوا بصمودهم عمق انتمائهم لوطنهم وثقتهم الكبيرة بجيشهم الباسل وبقدرته على تخليصهم من رجس الإرهاب وشروره. وإن صمود أبناء نبل والزهراء في وجه الحصار هو انعكاس لصمود شعبنا الأبي في كل شبر من الوطن، وهو رسالة حية لجميع الدول والأطراف الداعمة للإرهاب بأن سوريا عصية عليهم ومنيعة في وجه مؤامراتهم. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد من جديد أن قواتنا المسلحة الباسلة عازمة على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وأنها ستبقى دائما أمينة على العهد الذي قطعته لأبناء شعبنا الأبي في حماية الأمن والاستقرار والذود عن حياض الوطن وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بتراب سوريا الأبية. دمشق في الثالث من شهر شباط
لعام 2016 القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. كاميرا جنيف تواصل رصد آراء السوريين وما يريدونه من جنيف. نور الإبراهيم. بدي ارجع البيت، بدي ارجع المدرسة، بنرجع بيوتنا ونعيش مثل ما كنا بأول وجديد يا رب. كاميرا جنيف اليوم من داخل مراكز الإيواء سترصد لكم آراء السوريين حول لقاء جنيف ثلاثة. ما هي الأمال؟ ما هي التوقعات؟ وما هي المطالب الأساسية؟ أنت شو بتطلبي من جنيف ثلاثة اليوم؟ احنا بنطلب إنه الإرهابيين يطلعوا من بلدنا ونحن بألف خير من الله. نحن بنطلب من جنيف وقف دعم الإرهاب والمسلحين اللي عنا، لأنه قبل ما يصير هالشي عنا كنا عايشين خير وسلام. أولادنا بدهم أمان وبدهم سلام. نتمنى نحن من الدول الخليجية عدم دعم الإرهاب، لأنه هن اللي وصلونا لهون. ونحن ما بدنا لا تدخلات خارجية لا من تركيا ولا من الدول الأجنبية ولا من الدول الخليجية لدعم الإرهابيين كله. المعارضة ما بعتبرها معارضة، أنا بعتبرها عصابات إرهابية، لأنه دول عربية هي اللي عم تدعمهم بالإرهاب، حتى الدول الأجنبية عم تدعمهم للأسف الشديد، وبيجي بيقولوا لك عم نحكي بحق السوري. أنا بتوقع وبتمنى أنه هدول الإرهاب اللي عم بدعمهم يعني رئيس تركيا هاد يعني خسران، بتمنى هن يطلعوا من عنا افضل، يعني حتى نرجع لبيوتنا، خربوا بيوتنا كلنا ما خلوا شيء. انا بطلب ترجع بلدنا مثل الاول واحسن، من وقت ما اجوا خربوا بيوتنا. اريد من مؤتمر جنيف يوقفون دعم الارهاب. الارهابيين ضربهم مع المدجنه اللي ساكنه بها امي، وماتت امي وبنت اخوي. عمرها 9 شهور ما شفت شيء من حياتها، اريدهم يوقفون دعم هالارهاب، الارهاب اللي يتمونه اللي يتمم اخواتي كلهم صغار. بدي ارجع على بيتي، بدي ارجع العب مع رفقاتي. انا نرجع على بيتنا مبسوط ان شاء الله. ان شاء الله. الله حيات جيس. ونحن بدنا نضل هنا بسوريا وما نطالعين من سوريا، وكنا هذا في هذا الوطن.